نرحب بإكمال انتخاب السيد رئيس الجمهورية وتكليف السيد عادل عبد المهدي برئيس وزراء تشكيل الحكومة القادمة، ونتطلع نتمنى أن فعلا يحققون تطلعات الشعب العراقي وحفظ الأمن والاستقرار. قدمنا للسيد رئيس الوزراء المكلف ما نستطيع من تسهيلات وتعاون من أجل أن يبدأ أعماله، وأيضا وجهنا مكتبنا بوضع الإمكانات اللازمة تحت تصرف اللي نحتاج مساعدة من قبل مؤسسات الدولة العراقية لإكمال مهمته، حتى يكون هناك انتقال سليم للسلطة، وأيضا أن يتم التسريع بتشكيل الحكومة ونتباشر عملها بشكل مباشر، حتى الملفات اللي لدى الحكومة الحالية أن يطلع على هذه الملفات، بعضها ملفات أساسية، بعضها متعلق بالأمن، بعضها متعلق ببرامج الإصلاح وأيضا الإنجاز الاقتصادي، ملفات مهمة رئيس الوزراء المكلف أن يطلع عليها حتى لما يتم انتقال السلطة يكون بصورة عنها، حتى لا يتم ربما هناك نوع من التوقف في إدارة الدولة والإنجاز الاقتصادي. هذه الحكومة ماضية بمسؤولياتها وماضية بالقيام بواجباتها بشكل كامل حسب الصلاحيات الدستورية حتى آخر يوم من تشكيل أو بدء تشكيل الحكومة الجديدة.